السلام عليكم أعزائي وأصدقائي، إن شاء الله تكونوا بألف خير ونتمنى أنكم تكونوا بصحة جيدة ورمضان مبارك كريم. إن شاء الله اليوم كنت بغيت نصوب مجموعة من الأقلام وقلت علاش لا ما نبارطاجيهاش معاكم بحال كيف ما درت في القلم الأول. غنخلي لكم الرابط ديالو أسفل هذا الفيديو عفوا. وتجو أقلام رصاص بحال هذا الشكل، هذا هادو كيتباعوا بدرهم. غادي نحتاجو الغطايات ديال قنينه بلاستيكيه بحال هادو، وغادي نحتاجو القص، وغادي نحتاجو اللصقه هذه ديال الكاستوري اللي كنستخدم لهذا، وغادي نحتاجو الكرتونه تكون شويه قزحه بحال هذه تقريبا. باش اول حاجه غادي نديرو، غادي ناخذو قص، نحاول اننا نديرو ثقب وسط، ندورو دوره واحده بهذا الشكل هذا، نحاول اننا ندخلو قلم الرصاص. بهذه الطريقه هذه. بالنسبه لهذا الشكل الاول اللي غادي نخدموه، خاص تكون هذه مقاده بهذا الشكل هذا، ما يكونش القلم الرصاص خارج. شنو غادي ندير؟ اول حاجه غادي ناخذ اللصقه هذه باش نثبتوا بها هذا الشكل هذا باش ما يكونش باش ما يطيحش لينا. وقبل غادي ناخذ كرتونه بحال هذه، نحاول انا نرسم. غادي يكون هذا هو الشكل الاول، ولكن خصنا نصبو. ديجا انا استخدمت هذا من قبل نفس الشكل، خصنا هذا نصبغوه بالاسود. المورا ما نصبغوه بالاسود يجي بهذا الشكل هذا، اي خصنا نصبغو هذا بالبيض، ولكن خصنا نصاوبو واحد السهم يجي من هنايا. فشنو غادي نحتاج؟ Thank you.
غلاسون في اي لون، عندي موف وعندي زرق. غادي ندير بالليغ، ندير الموف نو، عندي الروج والزرق. بالنسبه لهادو بغيتو تكتبوهم بشي اوراقات اللي هما زوينين، تقدروا تستعملوا هادو. هادو كاينين فيهم الوان مختلفه، هادو ديجا استعملتهم، ما انا كنفضل انه يكون ابيض. غادي نستعمل ابيض، ناخذ كل هادي نقسموها. الاشكال هذه وكل واحدة فيهم عندها كل شكل عنده الرساله ديالو كيف ما شفنا. دابا غادي ناخذ شي بلاستيك بحال هذه اولا بابي سيلوفان واللي هو اللي كيدار في الحلوه، ماشي كيدار في الحلوه، كيدار في التبصيل ديال الحلوه.
النهايه ديال لا فيديو ان شاء الله تكون الفكره عجباتكم وعطيوها للوليدات الصغار، شجعوهم باش حتى هما ان شاء الله فاش يكبروا يبغوا يلبسوا هاد اللبسه هذه ديال التخرج. وان شاء الله يكون لا فيديو ديال اليوم عجبكم، ما تنساوش ديروا جيم وكومونتير وتبارطاجيو لا فيديو اللي عجباتكم، وتسناوني مازال بزاف ديال الاشكال ديال اقلام اللي غادي تعطاو كادو. يلا كنقول لكم بسلام عليكم.